Zobacz, a vada jeho jakšno mi hrava da kazmota na pješaš kudni, baba te kinuje, da zanjira baba takani, šerpi ktevi, akide i mrze i mavljavi. Safari ki durudež ma na kazmota mavljavi ja krdua. Am baba ta kota i hnana, ba baba ti kalami hua jala jalaluhu, la baba ti da hato ačina kazmot pegambar nasi mavljavi. مولوی چون پیغمبری ناسی و پیغمبر ناسی چون و پیغمبرکانی چون ناسی و الکی پیغمبران لای مولوی چون بابت که زور گرنگل راسته کرسی که سر بخویه یکی لا بابت زور بچه جکانی کتبی عقیده مرضیه امرو عرضم کردن کوتا بابت لبابتی کلامی خواه باس کن اگر لبیر ترمیه من جایی پیشو باس مان کرد که کلامی خواه که با دو بشه کلامی که قدیمی ازلی نا لفظی که لگل موصوف بذاتی خواه جل جلالو خواه و کلامی کش که ملفوظه ایسا مکتوبه یا خود ذهنیه اما ای خوانینیا لبریکنیا اینوسینه و دو باشه کلامی خواه کلاتک کلامی که ازدالی لگل او کلامی که ایسا لبردستی اما پیوتی قرآن و پیوتی انجیل و پیوه جایی پیشو باسی کرد جا افرمه که نفسی و لفظی بکردی بدو باشه و لید بو محقق تحقیق دو کرده ودرون بویاوا لکوین او من در باره کرد بزن اتفاق حزب و اهلی حق او اهلی حق طبعا نکتبی عقیده مرزیا و کتب کلامی کرده یعنی اهلی سنو جماعه او لای سنو مذهب کان اتفاقی که انه لمدا اول قدیم و اقدس ک بش یکم کلامی خوای ک کلام ازلیا نوترا و ک لای خواج رجلال و بونی ها او چی او کلامی کی قدیم و ازلی و ازلی و لوتی و بکار نه یعنی بسرا و بذاتی خواج رجلال و کلامی کی اقدس پیروزا بلام دوی او جواز حدوث تعلقی هست ام کلامه خوی بخوی کلامی که ازلیه بلام ام کلامه کاتی که تعلق باشتی که کواکم متعلقه کی جائزه کچی به حادث به یعنی هل ازلا و سورتی فاتحه بونی هبوه بلام کاتی که دام ازیو و پیغمبری خواه تعلقی کردو باشتی که وای که وزمانی دینی اما پیوتی سبب نزولی هست سبب نزوله کی حادثه اگینا کلامه که خوی بخوی چونه کلامی که ازلیه که وقت تعلقه که اوی که ایست دیت ناو جهانی ناسو توجیت ناو جهانی مروفه و متعلقه که حادثه بلام کلامه که خوی بخوی چونه کلامی که ازلیه بله خلاف یعنی هست لدوام ده که وقت لیکه معنی لیوان اهلی سنه و جماعه هیچ گرفت خلافه نیه که کلام قدیم یکمینه که مثلا وزاتی خواجه لجلاله کلامی که قدیم و ابدیه هر بونی هبوه هر لازل و بونی هبوه بله هم لدوام ها چی یعنی هست لدوام ها خلاف یعنی هست بعض نصدنن و سر قدم ده هنه لزانانی کلامی اهلی سنه و جماعه الان امش هر قدیمه او ملفوظش که ایم ای خوانین یا لبریه کن یا اینو سینوه اما نمش قدمی هی قدیمه قدمی هی بعض تک اولای بداهت ادن حکم بخلقی و حدوثی دکن هنه که لبداهت اشتیه پرن کن ادن که بخوابه هیر حدیثه بلغنویس بلانو ام کلامتی حادثه لگو رو دعوکان دروز بوا یعنی کاتی که داوزی و پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم او رو دعوانی صدامی پیغمبری خواه اگر روی ندائه او بجوری کتر ابو لبل او حادثانا امیش حادثا دکتر عبد الکریم سلوش اصلا قاعت لرگا گیم لیگر ایو جاری که انا کنگره که بجداریم کردو ها زانه که یهودی و تویتی قوم قیمن یعنی یهودی کان زرد جایتی محمد یان کرد نرد سلامی خواهد سر به بریان نیان کرده اگر نیان کرده اصلا میجوی مروبایتی جوری که تره بود یعنی او همو آتا که باسی زمین یهوده که باسی خرابه یاده که باسی چیاره که درجاوی چی بود؟ درجاوی او زمین او خرابه اوان بود اگل پیغمبره که یعنیز بی کجنه یعنیز چی بکنه اوانا اگر وانه بوا ایست میجو مروایتی جوری که دیگه او بوی هنی لزانه یعنی اهلی سنه باور یعنی وایا او لای بدا اگر او لای بدا هدیش بونی هم وای بلگر نویز او لو دیو بلگر نویز توی که ام کلامه چیه؟ کلام لفظه که حادثه
هنه که تیان باوری انوایه بعضی کیشیان حق بیان بخشه دیگر اگه سکاری زن بدون نیم ولی خالی ان خوش به حق بیان بخشه دلیل تقدیر حدوثی جدشه الان تقدیر حدوثه تقدیر حدوث یعنی مشتاق و کشون لفکری یونانی کنا بونی بالقوه بونی بالفعل هیا بونی بالقوه بریتی لبونه که هشتا در نکوتو بون منا درخته که گوره رناو توکیا بونی هیا بلان بالقوه یعنی او توتوانا هیا بتا درخته که گوره کمو با درخته گوره که جوره بکیوته بونی بالفعل اما مثلا اصلا سبحانی اینا کانی او تارکان و مسلکان یا زر بکاری هنا اصلا سکی طبعا فلسفه یونانیه کونه حتو جا اما نش باور یان وای کلام خوایش دو بشه بشه کی لای خوا بونی هه یعنی اخر باس من کرد یعنی شتک ل ذهنی تو ام علی وانی او شل خالی شابونی هه ام کلام اگر چی ل دوایا تقدیر به حادث یعنی ل بونی بالقوه بونی بالفعل بونا بالقوه کی لای خوا دل دلاله همو اوش تعنی ک بونیان هه کلام خوا درباره یعنی اصل خودی کلام خوا ل ازلا و نکی لای خوا بونی هموا ای اوی که ایسه حادث بود تقدیری اوا او دکتر دیگه چی بوده؟ یعنی تنها اوه بپلی جامعه فلسفه اسلامی باور یانوایه هنی یکی لرای کانی فلسفه اسلامی و یکی لریوات صورت موضوع کانی شلر اسفادیان لیکر دو تحلیلی هنی لیکر دو تحلیلی بونی لیکر دو الان ریواتک من هی که خوا بونی لتاریکی آدم استر دو همونش تکان خوا لتاریکی همونش تکان لتاریکی آدروس کردو دوایی روشنایی خوی بسرا رشه بسرا رجادو در کوتو نور بریاد کوتو در کوتو ایسا اینا لحولی مسرح هشته که اوی که ها تیش که که لسر او کسی که لمسرح گدره که خول تاریکه که که تکدرنا که بونی هی بس که تجلا که تیش که لیا تیش که لیا امش علی تقدیر حدوثه که هلا ازلا بونی هموا بس اما ایست حادث نموا بلكو شيء هو تقديري حدوث بوا وقال يا حدوثه قدر كنتوا نا او حادث بتاز حدوث بلو بيش بو ينبت تكن شو هذا اما بمعنى تقدير حدوث يك اللي زرا كان قال هم لك كلام اسلامي هم لك فلسفه اسلامي شاب قاعدت جاب زور 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 قصيله سلكراوه متابعتي جماعتي او عندي اخر ما فلسفه اسلامي دو جروب للفلسفه الاسلاميه كان معنا هنا كان باور يعني هو كانوا اصالي وجود اصل لبونا وجوده هنا باور يعني هو اصل لبونا ماهيتها ماهيه يعني وشك لو والله مي تشيتيا او مثلا بقول لك كتاب عقيده مرضيه تشيا هل بينا سيك ده انا لو والله مي او بيوت ماهيتي اما جاء اوان باور يعني هو اصل اي ماهيه هذا اشتكان ماهيه اشتكان دروز نبوا مثلا يصير درخت درخت هاي صار من اون درخت درخت ندروز بو ندروز كلمه دروز بو ندروز دبوني بس على كان درخت كا اما ما هي درخت مروف كلمه مروف لنا ومي جوانيه ندروز بوني بس على لنا ندروز نبون ما هي تشتكان هلا ازلا وبوني ان هبوا عمي من سينا فرمشي افرمي خوا قیسی دروز نکردوه خوا قیسی با قیسی کردوه یعنی او ماهیت ازل یک قیسی هیبوه خوا کردویتی بالفعل در کوتوه لدره و در کوتوه اعمانا ام جماعتا که باوره با اصالات ماهیت هی ام تسایم پی قوشه که الانش ام کلامه هینی حادث نیه تقدیر حادث و کنه اوشتا ازلیه چی بوا تجلیه کرده در کوتوه وكسر مسرحك شيء تشكي بدك روش نايك بدك تقدير ونيابلين كشف حادث بوا نوا انشاء حادث بنا نا او دروس بيت ابط مولوي ام تصيب الدنيا يعني شكرا يشد يا حادث يا حادث ني انت تقدير حادث يعني شيء ناقشي كي زور زمانه هنا بين كلامي كان رسم بس له راسي شاب تشيش يعني من بقول تشيش من بابته بردوا وهنا قلفت هو كاتب خي الريفي كل يوم بابته انا بحكي دوم
بكرتي دو دو بش لكلام إلهي ما انها بشي كان كلام أزلي كي وما هو حادث نية همو أهل السنة وجماعة بلكو زربي زوري فرقي همو دينا كان لسرا وكو كان كو كلام كلامكي هميشي ولقى الخوا جل جلاله بني همو كلام اللفظي كا وتمان أمانة خلافه لبين زانانا هني كان على النخل على الأمش قديمة وكو يتر هني كتر على النخل لولا يبلغ النبي سي شو كحادثة هذا كيش على النخل تقديري حادثة أو كي صوته يعني حادثة كتجلاي كرد وانا او حادث بو بمعنى بمعنى دروز بو يتعص دروز بو بي بلا مولوي عليه غايتي ادب الرعاية بكي ناوي بمخلوق بحادث ناوي بمخلوق بحادث نبي اقل اتايم بادب وما والله لقل ام بابتاب كي ها بقوازي تولى عقل وابو اخلاق أبي أجر أتري رعايتي أدب كي أو نعم أما بمخلوق وبحادث نعي ببي كلام نفسه كش أزلية سكن لراشتك ألم بيسا بيلم لك كتاب كونا كان ومتن همو أنا ولد كاريا نكردوا ولا فلسفية هذا شعبة أدبي شت فرقي هاي لقال أخلاقيات الشت إذا أدبي ما مستعي فرقي هي لغا فضائل ما مستعي أدبي خوان كاربون كتابيبون جاوازا بشك بابتك لما بتكاني فلسفي أخلاق ماسكه أدبي خوان كاربون جاوازا لفضائل خوان كاربون أدبي خوان كاربون أو أدبي أو شتي أبي رجعوا بك يبوي خوان كار سركوتوبي فضلتي أخوان كاربون بريتي لو كرشاوي فضائل أخلاقي كان كعلاقة نسل كودوسا نكودني شكاية ونية إيما أدبي ديمقراسي ما هي وفضائل ديمقراسي ما هي أدبي ديمقراسي بريتي لو بابتاني كإيما رشاوي كين موي بروسي ديمقراسي سل كوتوبي فضائل ديمقراسي ما هي حتى أجل سل كوتوج نبي إيما ألكي أخلاقي خمان جيبا جيكين أبي أو فضلتنا رشاوي أما عم كنسوش كتابك هي أدب قدرة أدب عدالة ما بس أهو قدرة يعني ده صلاة يعني أوش تاني أبي رشاو بكري بوي ده صلاة صر بكري أدب عدالة يعني أوش تاني أبي رشاو بكري بوي عدالة صر بكري أدب عشق وفضائل عشق شمال أما بطني كم جال لا يمدى كان بيني أنت قبل ولا أود أرجعك يقولي لك الموضوع أدب عشق مثلا من الكجبوني عاشق ومعشوق أدبه بس احتمال فضيلة النبي شو كده داير جاي معشوق داوش تخرافي لي بو أوي إيش خسر بقري أبي عاشق من الكتشي شيء بمعشوق به هو أدبه كيتي بو يا الله لك همو مقامك أدبي خويه يعني أجر أو أدب الرشاع سمن أجر دز بلا ما بخون كارك كان ما أجر هو قصب كانوا أو كانوا أو أنا دي دز نبم سنعني أدبي أمره أما جاوز لفضائلي خيان كاربون لفضائلي ما مصعي أعيش عليه غايتي أدب الرعاية بكي أقل متى أدب رشاو بكي وقوي اشتكى متاوتي لالرون بي ما بس أدبها نك فضائل شكرا ما بس وين ما بيتواني أقلانيت بيتوا عقلانيتش أدبي خويه أجر بيتو غاتي أجر بلين مولوي أول دكاري كده شو الناس اللي بمن دكوا ده مولوي شو شيء زاني ويا بس تي أوه هو كمان يلا ميانا بس ظاهر هذا كي ما بس تي أوه به أجر بيتة أدب رشاو كي أو أنا بحادث ومخلوق لا يبي بو أما نكلة دالة وذهن دلول بدع نسبة حدوث بما دلول بدع نك لويك تو كباسي دالك يا ملفظ دال بو مدلول لك كلام أبد يك يا ذهن تبيج بيج با ها آخر هويق أخوك واحد هلا وندي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت حل هويق صفر هذا هذا من وازن ما واعي بيه أوي تحقيق كذبة بيه أوي هم كذبة أجر جاني واعي إنسان لدال كان هذا بيرجع لنا كذب ذهني مو مدلول كش أروان ليش هرجع يداك أجر بلفظك تبلي أما مخلوقة رنجة أم دول مرستانها رنجة من خمالم أو جرأة بياك كبل أم لفظي كأن القرآن إسر وتقول عن نصرة وقل كل ما جيك أما مخلوقة رنجة فضائلي ذهني من أم مدروزة بخلاف لم أزل يكشها مخلوق
اویش لوی بالا گلیا اویش بسکاو بخوا هاک ورداله مادام دانم با چیانا با لفظی با دروز بونی لفظی کانا اوا هاگام نخوام نیا جاری وای اوی تریش لگلیا چیه وی اوی تریش لگلیا اعتراف کم کچی نقل دال اوا ذهن دلول بدا نسبتی حدوث با مدلول بدا اوا بدانان بحادث بونی لفظیکا همواملی دان بحادث بونی چی شانم ازلیکا شانم لبنا ورع ها رچاو کدنی ادبی مقامتا و خوازی مجنون ما مالی اخلاقی لیل احسان تلا با اوی دیو معنی یکی پر زرافت با اوی بها معنی یکی لبر چاود نکه هر اوانا او در گاید با خود کردو کبولی اما آوائی در اوی کشی بشوید خوی آینه بوی اوی ام هم قديم بقرب محكم وهذا هو الاسلم الاقوى كانت امش بقديم دابني بفيروزي ما بغي لقلك ام عاده ضرب البوا يعني حتى شو نسر قبري بيا تشاكك ها بمقام عندنا اين اخو ملاش بون بس نجاري ويا شو بك كيف مولوي سيدي قام ولا من شخصك شتيك يعني جورك لقدستي باهم سكر دوا ما خو مزانيتي اما نابع اوابك بل عم اما دلقاي معنويتي بوكاتو ازموني الرحيم ودرسك اجينا نزر بحزر واقعي على الشرك ولا بدعه ولا بابتها نبوها يعني هميشه انسان بشوين معملي اخلاقي وشرمه وبشرم حياه احساسي ودي هبه امدل قايل اخوي نكاته بادبي وكامل عمل وها مشتكان قولوا بتشوكي نما واضح ها هي نما مو يا علم اسلمت الاوي كثير كان لما قام شا مش بقديم دابني قديمي عقلي نقد قديمي اخلاقي قديمي عقلي اخلاق دا خوازي يا مالك ادبي مقامك دا خوازي يا مالك بو لسنا وتر اوسته لسينا اربع كواتب كلتي بمعنوه نمعنوه نفسكي أزلي وأبدي لم هناها لم ملفوظة شاهية حتى أقل حادثي جبت هيج كس حتى أعوانيش قدن حادثة ما قال أعواني كتازن قينا يعني قدن دروس كلاي محمد خويتي أقينا أعواني كن حتى أعوانيش قدن أنا حادثة حل أودي وقول الروحي ومعنوي أزلي أنتابيني وتوا بأدبه ما أعوانيه من غلان كردوا أصلي جواحي اصلي جوايا لما بابتا آينيا كان آوان إنسان ما مالبكا يعني أمام لغير مسلمانان لكازان تازاكي زبينيوا لويكا مسيح شوار ميخا اكيشرتوا وفزان كراو باكولي هيتش من خوبا كولي اكيشكو نموتا خاتي انا والله أمام او شواني كدولي مسيح أبيني زر أميتياه زر أميتياه حتى كان نيازي غناه كادمو تشاوي شي دمو تشاوي شي جالنا ولا دلنا سي سبا سكري على يعني اواني كزور بيروز ما ولا شان انا كان كاتك غناه كان لازم شي تاثير سجستي عليه او ها خلق هي حالي لي خلق هي اويلي كاتك بتوبه كاتك شي كما ام بابا ثاني شو مقام حضور ما ولا كدن لقى بيروزيش تكانا بابتي كي زور قرقا لقى بتاوتي لقى كلام يخوا زور بدل ما وزر زور بدل ما تشكا او ما يدرس بني ازموني الروحي بيسانيش او بادب ما ولا كدن لقى القران لقى الحديث بين ما يخوا اي بو صحابه مثلا بدل بين ما يخوا دنيان هم بري خو محمد كي جاران رفيقك يا بكر مو بير بين ما لاتي سيتشر ما ولا ما اكرت مثلا كان ابو بكر اروات مالي بيغمبري خابيني له كشان يعني كان خلاص ما زمان ولا كان افرم موسيقى مزامير الشيطان مالي بيغمبري خا شو ده بيشتي خا ام دي والروحيه بقرنجا فارس قال لي كردني زور قرنجا باش ان جاء اشي من سر كوتا برغي بابتي كلامك كزور بشي جا راسيا هذا بناء لتقرير تفصيلي سابق ناشنا يا كلام أزلي خالق الله
يقدر باي صد كتابه بناء على سرقة وتمان كلام أزلي كي خرج الجال قد نبي سره بس كنت بها بجيب العمري أما يا بنجستان قاسم هني شت هي بيش قالوا بي بيدن بي برامري هي شت فيناكري نقلت أنا وجوده وحتى إما بيكين وشان حتى بي بيمين أهم أسكا فرمي هنا أخلاق شيء أو أنا لسر سنوري وجودا لسر سنورا تشاو تشاو نابينا شكوش أشتاني كا تشاو هل بينا بيك كنت بنا أمدي بي تشاو درباري تشاو تشاو درباري خوي لبي چي هم جيري سكود هم جيري إيمش درباري كلامي إلهي أزليكا أم قصي الظلم باي أزاني چلنكا باي هزار كتاب قرسائي أقصى ككلام إلهي نابسره خواه خوي چون نابره هرواش كلامك نابسره درقائي كي زور قوري يا إيسا أوه ما أتواني بيكي نكتاب خاني كي فلسفة دين تازا إيش لسر فيهم إنجا علاتشي إمجار سا ظريف بدوي آقاهي با با آقاهي وا ما مالي لقلاب كين با آقاهي وا ما مالي لقلاب كين أم قسم عليك كواتها كلامي أزلي إلهي ناش نبيه نابيسره كواتها شيء لم قسم كين ما ناي سمعت كلام الله ها خلق الله كلامي قام قيل أبو سمعت كلام الله قيل القرآن غير الله سمعت كلام الله يعني شيء إن جار صاز لي بدو أجاهي ما ناي سمعت كلام الله أمام أبي أعوام عليكين يعني بهستم نظمي مؤلف دال كلامي أزلي أشرف يعني قصيكم بيستوى كتأليف كلا أعوام مثلا أبيك كدلالة لكلام أزلي كأكا كلام أزلي كمدلولة معنى كيتي أما دال أزلي أما كلام أزلي كنية يعني يستوى كما القرآن بيسم كلامي أزلي إلى إنه بيستوى ما من أم كلامك دال لأوام أما أمليك برامر أو سكوت بأكا مش مؤمن قمر يعني بيستم يعني بيستم نظمي مؤلف قبل نظمك بو هون رينويك بو نظم هون راوة هون رينويك كتأليف كرابولة شي كالدلالة لكلام أزلية أشرفك أكلت يعني كلا دفع الكلام أزلية كنية شكا وسكوت برام جيري يا فاميم كلام أزلي خدا لحرف أصوات مسموع وصدا أبو يا جوانا زور شيرين زور أو هنا زاغوفسكي أوانا يعني نك كلامي أزلي إلهي نبيستوا كلامي أزلي إلهي فام كردوا لمس دنغو ها هذا شيء يا فاميم فهمم كرد كلام أزلي خدا لحرفو أو بيتانك أو تي أصوات مسموعة صدا أو كإيسا أخيرا من كلام أزل إلهيك اللي فهم كد هاك إذا قلت بسكي ما كان تايلو أول باس أو كان كفهم شتيك كتو معلومات ليها إيسا الدوستي رفقاتي بناسي كمام نازاني بس أزعني شيء فامي أكي حكمت معلومات ليها هذا كسر حكيمة تول حكمتنا تولي بناسكي فامي أكي عشق زاغوفسكي من منانا يعني تو عشق تو ناتواني بناسكي هل بناسكي هو عشق دابري او اولية تو عشق فامكي لرشع كلام ازلي الهيك فام اكري لم صوتانك يسا اوتري لم حرف صوتك اوتري اي فامي فام بابتك چوريتيا زانين بابتك چندتيا زانياريكان بيتكان كلمكان أبيستي بلام أوا كلام أزل إلهيك نيا أوا دال لكلام أزل إلهيك كلام أزل إلهيك مدلول توفاميك زر شين والله عجيبة شون زانيا أنا ليس أخوك بانقشي أوا كان يسوي بسمولوجيا نظري معرفة قشون تأوا عيسى منهم ماوي بيشو سمينا لكم كل بانقشي أوا كردو كبيون دي أخلاقه هن معرفة أفعى منه
باشا لهردو صورة وات يا ريدا بوقش أنبياء مخلوق دنيا لهردو شوكيا كباس ما انكرت آوا در كوتوا كبو همو بيغمبران ومخلوق دنيا آوا بوح تنان بيغمبران ايش تنان ازول الهيان نبي استوا پیغمبران ایش نه موسی کلیم الله نه پیغمبری خوام علی اسلام معراج چیکه الله وقتی ابرازکانی دزگاه خرینکانی بیسنکانی دزگاه بیسنی اما نیه و کلام بیست مولوی مولانا هم لما سنویه هم لما لحی نشالا شمس دیوانی شمسا بس دو نمونه باسه که نمونه کیان که مریش که باونده که حشتر دعوت که با خانوکی خویی که حشتر دیتا دا خانوکا روخی ملگی داگه اما لحی نالا بسنگا و آباسا که لدیوانی شمس شباسی کلمه که ترکی بکارنه بمعنی میوان ونی لحیم بولا قوانی اموان میوانک اوانده گوله که بیتا مالکا و مالکا بروخی ملگی داگره و که فهم کارتون زبلا حکاتش بیتبه راست دم داوخ اینه شارم شاری برو بچو کارو این تر پیامین بخارم کاری ل پلچی کنو ای هر نور دیگه کنو اما در کن تشبیه نمی لگم آواز دزگا صوتی کانی اما جو کد بگیر کلام الهی نگیره هیچ کس از مخلوقات کلام از الهی کی نبیست و هر لبر آواش از الهی وسیت هبی ل نوان آو کلام از الهی او ایمی مرو مناو بانترین و پیگیشوترین مروفکانی اما که پیغمبرانن هنه و آلین نهینی بونیش حضرت جبرائیل آمه یا خود اوی ابن عربی باسی اعیانی ثابت اکا اوه اوه چکه من راستو خواه ناتوانی سیگنال کنی من راستو خواه ویدی داگری ناتوانی ویدی گری آلین بو گش انبیاء و مخلوق دنیا بله ممکنه کلام حق بشنویه لبواری ممکنه مروفکان کلامی خواهی ببیسنه ممکنه اما اوی که ایسا مطمئن لدنیا تا ایسا روینه آوه اکره کلامی الهی لقیامتا ببیسنه وک چون خوابینین وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره خواه بینم اما دزگای بینین که من او روشگاره چون که گرانکاری و سرحات و خواه بینین جلد دلال و دگاه بیستنکانش من کلام الهی امیسن لو روشه اما ممکنه کلامی از اینی کلام بیستراو که خواه بیسره کلام لفظه که خواه بیسره کلام ازلیه که خواه لدنیا نامیسره کلام از اینکه کی خواهد از دنیا نمیشه. اگر آواهیه جایی سه مسئله رو نکات آوا. اگر آواهیه ممکنه برو و کام کلامی الهی ببیسن، کلامی الهی ببیسن، ای باشه ایتو تایبت مندیتی. آواه چیه که موسی کلامی خواهد بیست و؟ چه خصوصی دیگه تیاره؟ بوچی با خواهد گفته موسی با کلیم الله ناوبردوه. تایبت من دیگه تیار. اگر شتی به ممکن می با مروفکانی ترجیح تو این باسی ممکنات این عالمی ممکنه که ممکن می با پیغمبر با مروفکانی دیکش با آوانی که پیغمبر اجوا یکی لب آتشکار قصه کی جوانیه اما بالقوه اما همون مال پیغمبراتی باتیاره تو زل پیغمبراتی باتیاره ای پیغمبران چی با او بالقوه امتیابوت بالفعل تحقیق با پیغمبر ممکنه که تیار نبود تا چی بود تا بالفعل اگر ایما همون مال پیغمبریم ایما با وجودی همون مال پیغمبر آدم ایما بالقوش دیک مانتیا اگر تیار نبود ایلا پیغمبراتی تی نگیش نه یهون غزالی باشه کار جا اگر لرش اب بالقوه همون رو و کان ممکن به کلامی الهی بیسن ممکن به تایبت من دیگه موسی لشیار بو موسی با کلیم الله باسکر دلم آموزش انتیکه یکی لباسش زور شیری نکانی، ام کتاب، ام بابتی کلام الله، ام بابتی هم. دلیل سماع با او داغی رو، او بیسنی که با موسی ریح، لازمون روحی، لازمون دینی کی خویا، لطولی سینا، لپال درخت که. آوا با طریق خرق عادت بو،
أويك أبو حسيتي مصار ويا أو خلقي عادة دبو وتما لم دنيا هموش كان بلاي أشعي كان وعادته خوا قانوني دانا هو قانون وصربون منا عادته أو تيوتي منو توشكينه عادته عادته آجر أسوتينه أينا أكري آجر بين أسوتينه وكوي حسيتي إبراهيم عليه أنبونا فولا فول فول لا عادة كانا عادتي شوية ما كلامي خو أنا بيسين ده أو عادة أبو حضرتي مسخر خو كل تبو خلاص بيل حضرتي مسخر لك كيو أبو على قيامة بيبيسا هو كي إيه بقى أقول بحش تي في ده قال بيو شاك بني يعني أبو إنه هو كمرو فكاني تبي بحش تا لا قيامة تا كلامي خو أي بيبيسا بلام لي رخ خرق عادة كمو تکش که جوا سریش کسی که جوانیه، اле من تنهاش تک از مهم تی نشتر لایمن لایکسه کی اکو مولانا بریتی لایک که مولانا عادتش کن، عادتش کردن زور زور مهمه، چون ازانی عادت هنیه، دسواتیه. نم روزانه باسی ات بیان میکردم، the power of habit، قوی عادت. اما گیروده عادتی، گیروده عادتی. عادت کان اشکن دی یکی لو عادتانه کشکاب حضرتی مصاحب خلق عادت مون که چون بلا صوت و حرف بلا کیفیت او عادت ایم به هی حرف و به هی صوت و قصه بیسم سیو به هی صوت و حرف آنقص قلی من بیسم بلام حضرتی موسا او عادتی بوش کاب و بیای حرف یک دوامه و بیای صوت یک دوامه بلا قصه خواب بلا صوت حرف بلا كيفيات هر وكو رؤيت روج قيامت هر وكو جل روج قيامت اما خوازل جلاله ابينين اويش او عادتي اوي جواز ليرا لعادة درچوني ايه يا اما شكل لنا لعادة تقال لنا اخوة نابينين لقيامت اخوة بينين جل جلاله ديبو حزتي موسى هلوا وحزتي موسى هلوا خلق عادت بو شون اما لقيامت اخوة بينين خلق عادت ما بو ابي عادتك علي خلق امن او ليرش ببيه دنج ببيه صوت ببيه كيفية بيلقصي خواه اما زاني بس تشيكا بس سنتريترين شتي ام فلسفه ديني مسلمه قال كبيوت تجربه ديني تجربه ديني حالتك ابو كس ايمان دار دو سبب نزانيت تفسيه كابلا مونيه لا لا هذا ابي ابتدي تنام انجاز زايد صوتك بو موسى هات بين حرف بين قصش لك اخوات كذب اخوات قصه ما كذب الناس صوت بين تجربيك روحي زور قبل ابوها ام تجربه انا مروفات يا راجل كردو باور كم جا يا كم جار ام تجربه لاي بيغمبران دوي شاعر شاعر دين دارك والشعراء شي يتبعهم الغاون وانت تجربه عنيه تجربه عنيه خسرك الخبر لكل واد شي يهيمون انا ورد ورجع البركات تجربه عنيه الا الذين امنوا شاعر ابن ذلك عنك هذا ازمني الروحيه نجارك لازم نزبطهم حمود ديواني مولوي شو عرفت تجربه هو ديوان مولوي شو عرفت تجربه قرم قرم ودعي او قرم يبي ما هو شعري كيف يوتوا موساج وتجربه كي اواهي او بلا صوت وحرف بلا كيفيات هل وكو رؤية روج قيامت هل وكو شون لقيامة اخوة امين او يشقوا الى دنبو كيشو التجربه كي روحي اواهي يا بيستي بحرف صوت صداع اما بقش عضو لهم ولا امش هم تجربه ببيع الصوت او يبيع شو يعني شرح حكي يسا كوتي يعني ببيع حرف من صوت قيل يا ابو تجربه كواب اما يعني اما يسا شرح حكي جوري كترك قال يا بصوت حرف او بسويتي يقول حرف كان اخوة وجل جلاله يقول صوت الهي هو بلا ام تشونين يا بيستي بحرف صوت صداوة اما بقشت عضو بهمو اندع مكاني اما بقشت عضو لهمو لاو لهر شوال لاو يقول كيف يقول هو
اما باسی بیستنی وجودیتا لبیرتانا اما لکورسکان ازر باسی امان کردوا اگر من تنها تو به هوی چاوکان موقعات کنابیناوی تو بون نیه اگر تو تنها لرگی دنگ تو بناس کاتی که من نابیسا ایتر تو بون نیه چون که تنها دنگ بوی در من بلان کاتی من به همو وجود بتواناسم حتی اگر نشد بینم بولد هی به همو وجودم به همو عزوکان بتوانم با همون عضو کانم هست ببونی تو اکم انا نشعب حماشه او اقوه اکی گشتو او قصه اکی من نیه یعنی قصه اکی دشتکیانا نیه قصه اکی حکمیانی قولا دخو پس من گلگه رو عضا ایسا که بگی گرد رو عضا من گنج گونده تمانی شان الله حفظ صالی ما که شان الله حفظ صالی نا زیادر که هین مخلونده حکمت و معیشتی عبد الکنسوش مخلونده امی باس کرد ترا بو بناغی یک بو زور کلی کی زور بار زور شدم کرایا حضرت موسی شی کله شفتانی اوای اوا بیس بیتی لا و هو دار با هم وجودی با هم وجودی وقت چون قران ها تو پیغمبر خوا همو گیاری ابو بگوی کته دی له خو گرت چر خوش انسان قسم یی کی اوا همو گیاری بیت گوی وات بل هو اذن ها اذن خیر حضرت موسی هم وجودی ای بیس هم وجودی اما بقش عضو لها مو لاوه يا ليك لاوه نك او صداوه كتيدا دخل مع سوابه دخل بو مع سوابه يا ليك لاوه قيل يبوا قيل دنگ يبوا بلام جورة دنگك نك او دنگاني كم دخل مع سوا وايت يعملت نا او دنگاني كدس كردي مخلوقاته نا او دنگاني كبو مع سوا الله بكارده دخل صوتك صوتك تعبان بصوتي الهي شو صوتك شو صوتك او صدق القران مخلون ده ولا جير تاثير تفسير في ظلاله مرحمد بسيد قطب من تقيا يعني من قرزاي من هذا انا هايكم من الله ما شك مخلون ده وانا معارق مصفوفه السيد كان لما اشهد عنا جاء سيد قطب مرحمد بزور تصويري كل زور أزان يعني يكي تعبير للقرآن لا يصير قطب ويعني هنا. أما أخوان دوكا هنا كان لي ودان راون بشتي كان لي ودان راون وبرداح كان لي ودان راون وأمانة. تدري منيش شرح ما كردو مزلوط وعظ ما كردو أمانة ما كردو للراديو باس ما كردو أي وقت تبي شان شو شيء كان يقول إن شاء الله أجينا كان يندم زخ. أموت أو هنا نكشتي أنا نخشى كي بقوة بدرس إخواني خوي هني كردو نخشانوني. خواب دستی خوانه خوی نشان دادی. صوتی صوتی خوانه بی. صوتی که تایید موسیقی لیو. آه یا لیک لوا یک لوا آها صوت که. بالام چی بو؟ نک او صدایه نک صدایی که آوابه کهی کدی دا داخل با ماسی وابه داخلی ماسی وابه تیاره نه. دنیا که تایید الهی. دنیا جوره اشته که تایید. أنا جار واحد بقى من إخواته خفيك وكو جرس يجوا يعني أبوه بس باطن وظاهري ولا ظاهرة جرس ولا باطن واحد بقى من إخوة أم جهانا شتي أنت جيت يا زور يعني هيك اللي قلت كان يا ما شو كبر كان يعني براسي أم نبيشتيش ولا بلا كان نقشش تما كان أم من الأطلاب وش أنا موت يا ما علم زور بني بو ميكانيكي كردويد ميكانيكي خلاقیت نبینیم نبودن، هنر نبینیم، ازمون نبینیم، پیچوانی عادت نبینیم. همونش تو بوده عادت بوده قاعده فیلیا بیله. وقتی ما فیلم داریم کنیم برایم، زیر ما رقابی برایم آواه. آوانو هانو جهانی آوسا زور گفته بود جهانی اصلا، زور همه جورتر بود، زور شیرینتر بود. کمتر جیان خواهی از ما که از تندروسی باج نبا آمریکایی دور دریش بشه بالا من روی چونیتی و جوری که تر جیان براسی از مونی که تریان خواه وقت توسطی ملک و کتاب هر سیان با وجه تخصیص حساب هر وقت چون لبین خواه جل جلال و لگل پیغمبران یا ملائکه ابن وسیط این تایبت مندی تیاری خواه ملائکه وحی با هم کسی نهیلن
هر سير وكاش بابو حزتي موسى هني انتياه تخصصي انتياه اويك بلين خلقي عادت بويك اويك بلين شي صوتك ببابي كيفيته ببابي او ها وكبيرين روج القيامه يا او بلين يا دهمو لا فها يا او بلين صوتك ولا لايك اها والله صوتك تايبت اما انا تايبت مندي هز اركع بعد تفسيري كان بلين تايبت مندي بو حزتي موسى تيالي تأتي حلو كتشون وحي هاتم وبيغة بلان تأمت من دي تأتي إخو وحينا نيخوا بو جل 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 بمرو فكان ممكنة ونيه نار ديوتي بو بيغة بلان إخسك نيخوا جل جل مرو فكان ممكنة ونيه غمو ساقسي كبه ولام تأمت من دي تأتي عم باوتا باش هل سيان بوجه تخصيص الحساب وتتلقي جبريلي أمين بوحي حضرة رب العالمين وهاو سما صاحب تخت تاج وكلام حق شوكي معراج أو سير رويك بو حزتي موسى شك ما انكرت أو سير روح لهاتمي وحي شابب هركام لبيغمان هرسي وجهك مونيه نكتب كاني علومي القرآن وعلومي هنا بس كراوه شوني تدعو زيني وحي أو ترى يعني هل سيشتكى كذا يا خلقي عادتها ملايكة وحي بين المولودات يا وتا أو في غمبلك وحي كيف هاتوا بهم وجودي جوا الوحي أبوه لهبوا لا يا كار أما لسيري جانا لسيري في غمري خوابيني سيري هشت من كذا كذا جبل إيلي أبيني بعض كان يقوت من وعي بها تخاره لا هاد روا لا هاد لا يا كار أي روا لا هاد روا يا كار أو هم وجود أو أه يا أويك صوتك دياري كراو وكو جرس وشوين نشوين كراو أم تخصيصا وكو وي حزتي موسى بوني هي لهي فريشتكانش بوني هي بيش قال أمش هر سي وجهكش لإسشي إسلام العلاجي في غماري خواه بوني هبو في غماري خواه صدايانك يقول لبو قد بي لنبو رنانك بيني لشي مسلام العلاج قد أو رنانين بيني بو أها همان اوشتاني كبو حزتي موسى هاو لكيوي طور بو پیغمبري خواهش درود و سلامي خواهش نصر بين المعراج رويا بو يعلا چي بو وحي حضرت ها واتتلقي جبريل امين بو وحي حضرت رب العالمين وهابو سماع صاحب تخت تاج يعني پیغمبري خواهش پاشای پیغمبران خواهی تحت تخت تاج تاجی پیغمبراتی باشا کی بو کلام حق شوا کی معراج شوی معراج آوا بمسه و جنگی لکلامی لعی بویش بلا هم چیه؟ جوازی که با حضرت موسی زور جار دوباره بویه بلا ما پیغمبری خواه لکه رویده لشه ایسا معراج آوره اما یه واجی تخصیص سکم بویه پیغمبر نام نه کلیم الله بلا موسی نام نه كواتا هاوشوي ولا كهش بوني هو لا بيغمري خوش مربوني هو فالحمد لله على نعمته خص من يشاء برحمته ثم الصلاة مع السلام تام على النبي وآله الكرام بابا تكيك وتعيبه كواتا ممكن مروف قوي لكلام إلهي به بلام أما لحالتي تعيبتي الرؤداء لكاتتي أنا خلقي عادتها الرؤداء وبو بيغمري الرياء أي أما يا ما يدامه يا ما يدامه خيره ولا كوتايا شيء يا ما جلبه قيامته إن شاء الله يوم أن الدين إلهي بيت هل تعلم ليش جلس كمان قل حافظ الشريعة دي جواني فرمو هم ما نقول ما نجلس سجد لما لي يارا ودينا زين الخير هم ما نبرق يا ما نقول تبرق لنا يار يار الخير بو ما ندري حاتوا خصوصا ما نسمع القرآن كي هي التوراة كي هي الإنجيل كي هي كلام إلهي وني هي ما نقول كلام إلهي فيلسوف الرجل أوايا كان مسيح كان وتيان أمبونا أفكار إخوائه أفكار إخوائه هني وتيان أمبونا رنج كان إخوائه ما صار كذا أمبونا رنج ريجي كان إخوائه عرفت لما بدأ رنج رنج كان إخوائه جاء رنج كان إخوائه فرق يعني لقى رنج هنا المندكان شيء رنج هنا المندكان رنجي دركين تنهاب رنگ الهی کان ویز گل رنگی درکی رنگی ناوکیش یعنه اون اگل بیتن بید لای محوی باسی هینکا رشو سپیه کان رشو سپی ناوکی اوانی کل روکش رویان سپیه رو سپیه کان
آنی که لش فروشن لناو چی رنگیناویان روسیا لخوا لناو رنگی رشی کنون رنگ الهی کن تنها رنگی درکی نین باوکو رنگی ناو کشن هنه باوریان وایه اسما مولانا جلال الدین باوری وایه امون رنگی خواه دستی هنرمندی هنری الهی که بدیاره هنه کش باوریان وایه ام بونه کلامی خواهی، هر که همونش تعلیم و شیر میشه تعلیم خواهی زور خسیش ام باوره هیه که واتا یک خواهی یکم شتی دروس کرد یکم مششید شتکان کتایی نه، دی کلامی الهیش کتایی نه یه من گوی ملیه اگر گوی یکی تر من بود روز به مولانا باسی اما اکا بم گوی آسایی نه بسیم اوه گوی یکی تر قسقی آبی گویی کیتر بار بود روز بی؟ ایشی اما لدین داریا در روز بی؟ آبی کیتر وای یه مال کلامی ایرانی بی؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دست داد. ان شاء الله چند خدمت مبحث الانبیاء و رسل علیهم السلام.